شلون الصحة؟ تمام، خير. شلونك يا الأخبار ناس؟ كلش قوية هاي من عندك. مشتاقين؟ والله أنا بخير، بس أي والله قبل شوي عفتني، بس مشتاقين. اي والله مش اي مشكلة والله مشتاقين. لا ما أتزوج. كيف حالكم يا اصدقاء؟ ايش قد شفت حقيرات، بس مثل ايناس ما شفت. بعد راح اشوف اكثر واكثر، واشوف حتى اكثر حقاره من ايناس. شنو ناس؟ ما توقعني انه انا حقيره، بس ما ادري يعني ما ادري. لا لا، من تقولين ماكو اكثر، يعني راح تشوف اكثر حقاره مني ناس. ماكو، انت يعني ما شايف عندك حقاره الصراحه. انت ما شايف، بس غيرك شايف مني حقارة. ما ادري يعني، بينما الاشخاص اللي معاشريني مثلك وطبه وطلعه وزاد وملح، يعني اي ما شايفين من عندي شيء، ما شايفين حقارة من عندي. بس ايش حال دول اللي صحيح، يعلقون متابعين شلون شافوا حقارتي؟ ما اعرف والله. برافو عليكم، عندكم مميزات كلش حلوة. ليه؟ شنو سببها؟ ما ادري، يقولون قوموا ايناس خلي مكياج. راح ايش تردهم؟ يقولوا لي خلي مكياج، الله عليك. شنو؟ يقولوا لي ناس قوم خلي مكياج. انت شو تقول لهم ناس شنو؟ معدلة، قلبها طيب، فقيرة، وبالحقيقة ما تخلي تختلف عن مكياج البث حتى بلعب. 180 درجة. بحيث أنا بصافن أفتح بث أو نزل ستارت، بصافن هاي ناس نفسها من قاعدين. أريد أحكي ماكو يا أخي، أريد أحكي ماكو. لا والله يا هلا ناس، هو شنو هذا سيف. يعني بالحقيقة؟ ليش يجي شوف، هذا؟ بالحقيقة يعني انت لازم، انه يعني المجاملة مطلوب، فانت دائما تكون تجامل المتابعين وتضحك وتسولف وياهم، بس بالواقع يعني هاي طبيعة الواقع، يعني شو نسوي؟ زين. هلا سيف أوسم، يا هلا. إعلامية وخاصة بثك و400 حبيبي. تدري أنت حاليا سجلت رقم باللايف مالتي؟ أوكي، ألا كروان حبي، تمام بخير، بشريني ايش صار بعمليتك. أوكي زوزو، راح أشوف شنو اللي تريديني أساعدك بيه، وإن شاء الله أقدر عليه، ما راح أقصر. طبعا اي انا ناس، اكثريتهم ناس، نعم كملي كملي. اكثريتهم يقولوا لي ناس اريد تساعدينا، حبابه مروتك، وادخل عليهم واحكي وياهم، بالاخير يريدون مساعده انشر حسابهم. يا اخي من الاخير يطلع لي يقول لي ناس انشر حسابي، لا تجر وتعر وياي. كمل. كان عندي سؤال ونسيته. مثل ما اتصلت عليك ونسيت. يعني شو صرتي زينه كروان في وقت ترجعين؟ اي ناس، اي ناس، لا بس دا اجرب صوتي يوصل. اي تمام كملي. اي اوكي. لا اوكي حبيبي زوزو، اوكي راسليني خاص وانا تواصلت على الموضوع دكتور النحت، ماكو مشكله. والله يا عمري اريد تحيه لابراهيم ابو الجنيه، قولي تحيه. سوري يعني احنا وين قاعدين؟ عم نطيته، عم تحيه بغداد. لابراهيم ابو جنيه. ان شاء الله نشاوف حبي، ما طولت شفت ببغداد. ايناس ليش لي جرحك بكلامه ما تجاوبي؟
لان اعتقد تعليقه كان سلبي، فلذلك ما جاوبنا هاي النماذج اصلا. يعني احبك يا ناس، ليس كل راء كمن سمع. حلو حبيت. غلس على تعليقي، ايش معلق؟ انا ما اعرف شنو معلق حتى غلس على تعليقك. سوري، عيد التعليق. يحفظك يا عمر حبيبي. شوف ايش قد اكو تعليقات سلبيه، بس دائما اكو تعليقات يعني كلش حلوه وتفرح، مثل هذا التعليق يقول شو اسمه، ظلي يضحك يضحك تيجي تخبل. تابعة بيت رشق؟ لا. شو بتعليقك؟ شو بتعليقك؟ اوكي. يلا حبيبي كروان، شوفك بخير يا عمري. يعني ساني اذا ذكرت اسماءكم راح تدخلون الجنه، راح يسعد حسابكم، راح تصورون شاشه وتنشروه. والله عمر حبيبي نورت يا روحي. ايناس ايش قد اموت عليك، بس امه ما تقبل اخرج، ربي يعوضك بالاحسن والافضل، لانه ظاهر امك ماخذه نظره زيرو. تحياتي يا رب، ان شاء الله يوفقك انت وامك. ليش متجاوبين ايناس؟ ليش محمد المصور الكردي دزيت لك؟ محمد الكردي خاص صعديني، يقول لي دزيت لك خاص صعديني. انا بالبيت. ها حلو رجعت. يلا تعال عمر تصعد. عمر دزيت لك دعوة اصعد. صعد كيمو. كيمو ما موجود حتى اصعده. بعدين كيمو سوري يعني. اوكي قلبي. ايناس وين مسوية اظافرك؟ سنتر رانا بيوتي. اخذك عالية. او روحي لهم وقول لهم طرف ناس يسوي لك خصم. عمري بدون مكياج احلى بهواي فدوة. انا اصلا اروح العملي بدون مكياج، بس باكر لا. وانا اشهد. باكر ناوي على نية قشرة. ان شاء الله ما اتمرض يعني الصبح. ان شاء الله ما اتمرض الصبح، لان انا كل ما بعد الصبح متمرضة. اكيد اللي يسمع كلام الناس ما حد. ايناس ليش احنا ما زرعنا الزين عمو زين الحاسم؟ حبيت هو هذا الزين. عمر عمر يلا تعال اسعد عمر. وش حالات العمر لو ضاع بعمرها. يلا دزونا اشياء حلوه خلينا نستمع، لان احنا باكر ناويين نسوي لنا مقطع حلو. هلا عمر. شنو؟ شلونك؟ عجب اليوم راجع البيت من وقت؟ اخذت اجازه وطلعت. ها صح. شلونك؟ شخبارك؟ قالت لا. لا والله بعد. حلو. يا هلا بعمور. والله ما اعرف نايم. هلا حبيبي. شلونك حبيبي؟ ولد وياي مقدم برامج. برنامج جديد راح نبلش به. اوكي. حلو تعرفه. والله ما اعرف حساب محمد الكردي يقول ناس يعني لازلتش. محمد الكردي شو يقول؟ يقول يصعد ان يصعد ان يصعد ان يصعد ان يصعد ان يصعد كاكا ان يصعد. ديري بالك على بنين المسوى خطيه، لا ترتبط بواحد. بنين تعال تعال بسرعه بسرعه حكي وعليك. انا لا خلي مكياج ولا خلي فلتر فما لكم علاقه. يقولون ترباك على بنين خطيه لا ترتبط بشخص. يعني شو اقصد؟ ندريني يعني شنو قصدي؟ يا شنو قصدي؟ تعليق قوي هذا بنين. هو ما يهمك وعادي.
طبيعي عادي. بس انا تعليق متقف على عوامين هو اللي عرفه. هاي دانا الفيديو بالديانش فندوشيسيا اخويا الفرخه طارت. هاي شكلها فرختيات. هسه شوف المرتضى كان باكر راح يشتغله والله. شو ما سوى الايام هسه؟ شو والله حبيبي ما اجرى الشقه لاخواتك يجيني سهران يمي بالليل قبر لفك يا عار. شو بيجي؟ هسه خلوني يعني خلوني انا احكي وياكم هسه ليش تطلعون عن طاري؟ الناس كافي. حبيتك حب سبعينيات حب هالوقت مو ثوبي حلو. بنين سوي تاكل مرتضى كان سوى له هواي تاكل بس سوي له تاك. خلي انا دز المرتضى كان على الواتساب. ايه صعدني اني زوزو. منو صاحب اللايف؟ عمر لو حيدر منو صاحب اللايف بيكم؟ منو صعدني؟ صعدوها انتي انتي صاحبه اللايف. اه حلو ماجر الشقه بالكراده اجي اطشر راسك. انت ذا من امك وابوك لك بابا لا تصير ورا كيبورد. تعال سوي اللي تريده لا تصير ورا كيبورد. تزلمه وقدها تعال اوقف باب الشقه. راسك افلشه راسك انا اطشره فانشب واسكت. ليش اغلط عليك بالايراني؟ اي عمر اليوم مو عاجبك الوضع اليوم قلب الخلقه عمار شكو عمار. تو فينيش شكو انا هسه طالع وواصل. لا هسه مو احنا اتفقنا وقلنا معود بالنسبه لي امانيه اللي هنا وقت وهواي امور وهواي انا ما بقى انا جاي اربي لانه عندي عمليه هناك اصلا. سالمين وين مو ابي يابا تعالاني اني صديقاتي بذيك العمليه قوماني وقعدني كروان وغير كروان سندريلا والله وهبه واقوم اصيح والله العظيم حتى اغلط عليهم ما اتحمل من الالم انه بترد تجيبني يم امك واختك واسوي العمليه حتى اذا اتوجع اصيح اخ ما اقدر اصيح اخ اسكت والله ما اقدر. يجي يوم يصفوك والله عاد الركب الراس يشيل الراس. خلوا هالمعلومه ببالكم. عمر شمرته مال واحد ضابط عفوا عزيز الضابط ما عنده لحيه بس شوارب. هو لحيه وشوارب. مؤيد الاسدي الاعلامي الراقي الجميل نورتنا. والتياتا والتلبسينا بعد اكثر تحلينا. والله ما قاعد اعرف حسابك يا محمد الكردي. محمد يقول اني لازم ينام اني يصعد اني يصعد اني يصعد اني يصعد اني وينه وينه خلي يعلق وينه هسه صعده والله وينه. خلي يحجون كردي هو وعمر. عمر يقول لك شو كله طايج بالبث شنو موضوعك؟ بنين مو سوي لا هلا بنين نور عيونش. بنين محتاج اعلان تجرى الما تدفع ليك المن قاعد كذا. بنين ليش ما تجاوب على الانستغرام؟ هي تعلق تعليق ابو النار محمد. وينه وينه؟ تعليق هذا بس نار ايموجي نار. نعم انه محمد بالفعل. انه محمد. وينه اي ناس؟ اه معكم مداز دعوه. اضغط على الرقم واحد للاتصال به ناس واضغط على الرقم واحد. هو همات ينزوج ضغط رقم واحد.
ترى هو ضغط رقم واحد وصعد وياي اتصال، شو العقل؟ سمعتي؟ سمعتي يعني الصوت من داس الرقم؟ أنا كل شيء تعب، كل شيء تعباني يصعد. أنا نايم نايم. احكي كردي محمد، خليه يحكي وياك عمر كردي. أنا مين أعرف كردي؟ يا حمد شوني. أنا مين أعرف كردي؟ نازل من كردي كاكا. كردي نازاني؟ نازاني. كردي نازاني. كردي نازاني، عربي نازاني. أي شيء نازاني؟ كل نازاني. يا رب ما أعرف كل شيء بس عربي. أوكي احكي عربي خلاص. حبيبي إينات. آه. ترى والله العظيم بيصير هيك، أني يصيح أني يصعد، أني نايم، أني آكل، أني راح يروح، أني تعبان، أني باي. أنت كل ما يعرف عيدر، أنت يقرأ تعليق إيناس ما يعرف. كاكا أنا ما أعرف أنت شنو يحكي. أنت ما يعرف شنو يحكي، أنا أقول لك نايم يصعد. حيدر كيف حالنا صار نصير؟ شكرا لك، تحياتي حبيبي. شلونكم شو أخباركم؟ ليش جاوب علي غلطون علي؟ بالعكس، وأنت اللي تحكي تقول على العصائب، أنا العصابة جاء طش الراسك، يعني قاعد تشوه سمعة كتلة كاملة. أنت شنو شنو بالضبط؟ شو يعني؟ اسمع اسمع، أنت اسمع. فإحنا بعيدا عن السياسة وهاي الأمور. أنا أعطيك نكتة إيناس. يلا يلا اسمع، أنا نكتة كردي بس اللي يعرف نكتة على كردي، اللي يعرف أنا أعطيها هدية. تمام يلا. كردي يركض يركض لزم واحد، قال له تعال وين رايح؟ قال أنا يروح للبيت. يركض 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 لزم واحد، قال أنا رايح للبيت. يركض 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 لزم واحد، قال أنا رايح للبيت. خمسة واحد يزم، قال أنا يزم واحد يزم واحد. خمسة حتى الشرطي، قال له أنا ترى لزموني خمسة، قالوا لي أنت وين رايح؟ قالوا للبيت 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 للبيت. زين أنت وين رايح؟ بس أنا شفتي هامد ما شاء الله زو هذا اليوم. أنت ما يعرف؟ كل شيء ما أفهم. اسمع اسمع، في يوم واحد كردي أنت أول يمشي بالشارع، هذا الكردي لزم واحد كردي، قال له أنت وين رايح؟ قال أنا رايح للبيت. لزم الثاني قال له أنت وين رايح؟ قال أنا رايح للبيت. لزم الثالث قال له أنت وين رايح؟ قال أنا رايح للبيت. الزمن الرابع قال له انت وين رايح؟ قال رايح البيت. الزمن الخامس قال انت وين رايح؟ قال رايح البيت. هو ايش قال له؟ كله روح كله راح البيت راح البيت.